من جانبه أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن دولة الكويت لها مكانتها الخاصة في قلب كل بحريني، حيث أنها امتداد للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين قيادة وشعبا. طبعا أنا اليوم جدا سعيد بمشاركة الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة، احتفالاتها بأعيادها الوطنية. الكويت لها مكانة خاصة جدا في قلب كل بحريني، امتداد من هذه العلاقات التاريخية، صلة دم ونسب. مثل هذه الاحتفالات احنا حريصين كل الحرص على حضورها، نحتفل كما نحتفل بأعيادنا الوطنية. اليوم مثل ما شفنا تلفزيون البحرين كان يشارك الشقيقة الكويت هذه الاحتفالات. نتمنى أن يديم على هذا البلد الجميل بأهله، أن يديم عليهم الأمن والأمان بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. فكل عام والكويت وشعبها بألف خير.